السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. فتن أم شاب أم غلام؟ غليم. نعم. كم عمرك يا غليم؟ 12. غليم كاي، تفضل. شيخ بس معي، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، لو أنا اخطبت حد بعدها شخص اللي انا اخطبته ده هو اخطبني، هل ربنا يسامحني؟ بس الشخص ده انا سامحته، هل ده ربنا يسامحني ولا لا؟ انت اغتيابك في ميزان سيئاتك واغتيابه في ميزان سيئاته، وربنا هو اللي يتولى الجميع. ممكن تكون انت اغتبت اكثر، ممكن يكون هو اغتاب اكثر. مع السلامة يا حبيبي.